أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية بنغلاديش الصديقة في ضحايا الفيضانات التي ضربت بنغلاديش، مما أسفر عن عشرات الوفيات والجرحى وتسبب في أضرار مادية جسيمة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر تتقدم بصادر التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء لكافة المصابين، مؤكدة على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب بنغلاديش في هذا المصاب الأليم.